ومن السبل التي تتعين على الحاج الإخلاص لله تعالى في كل ما يعمل من عمل. قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله سبحانه: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب ما كان على السنة. وإن من الإخلاص يا عباد الله ألا يقصد الحاج بحجه الفخر والرياء والسمعة، فإنه خرج ابتغاء رضوان الله ورجاء ثوابه. جاء في الحديث القدسي الذي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأما وجوب أن يكون العمل على الوجه المشروع، وهو ما كان موافقًا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد أمر به الله تعالى وجعله أساسًا لصحة الاتباع، وسببًا لمحبة الله، وطريقًا إلى غفران الذنوب. فقال عز من قائل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وإنه لجدير بحاج البيت أن يتحرى السنة في كل عمل من أعمال حجه، بأن يضع نصب عينيه ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة حجته التي عرفت بحجة الوداع، وأن يتخذ منها منارًا يهتدي به، ومرجعًا يثوب ويحتكم إليه.